عفوا، صباح الخير. تأخرت عليك ما هيك؟ آسفة، أنا عائشة كرالي. اليوم عندي موعد مع سليمان بيك. بستناه ولا بروح؟ لا عفوا، تفضلي اقعدي. ماشي، شكرا كثير. مو معقول الزحمة غريبة اليوم، بتفكر كل الناس طالعة من بيوتها. تفضل شوف السي في، إن شاء الله يعجبك. يعني أنت بتفهم فيه أكثر مني. السي في تبعك مش عليك كثير. ايه والله مزبوط، بس ما لقيت مصنف بالبيت وقلت بشتري واحد على الطريق وانا جاي. عائشة، اسمك عائشة؟ ايه. واضح انك جاي لتقابلي شخص معين، مو انا هالشخص، لاني مثلك جاي قابل سليمان بيك. عفوا، من توتري فهمت غلط، قلقان كثير. سكرة سحرية. عجد سحرية، ما عم بمزح، عطول جارتي بتستخدمها، وعلى فكرة عجد طيبة. منطقيا بتفيد لأنها بترفع نسبة الأندروفين. أما موضوع سحرية فما كتير بقتنع بها القصة. أنا أول مرة بعمل مقابلة من هالنوع، وإن شاء الله بس ما خبص لأني كتير متوترة. أنت بتعرفوا شي لسليمان بيك؟ لا ما بعرفه. أنت خريجة أداب، فشو عم تساوي هون؟ ما طلع لي تعيين بالمسابقة. آسف، لا تفهميني غلط، بس بكل المقابلات بيسألوا هالسؤال، من وين متخرج وليش جاي لهون وشو هدفك من الشغل وكل هاي الأمور. وإذا قلت بحاجة مصاري ما بيرضوا، ما هيك؟ جربت أقول هيك ما مشي الحال. الناس دائماً ما بحبوا يسمعوا الحقيقة. الكل عم يضحك على حاله بالحقيقة، للأسف. على فكرة أنت مو كاتبة إيميلك وعنوانك. جد شكراً كتير، والله ما بعرف شو صاير لي اليوم. تفضلي. شكراً، بس لازم تضغطي منيح ليمشي الحال. مشي حاله، شكراً. سيد عرفان، سليمان بيك بانتظارك. يلا جاي. عائشة، لا تتوتري وخليكي واثقة بنفسك وعلى طبيعتك، أهم شي، ماشي؟ لأنه الشخصية الواثقة بتشد الكل. ما رح تاخد ألمك؟ لا خليه معك، الألم مسحور. عم قلك دقيقة واحدة بس، بدي أخذ موعد لشوف أبي. ما بقدر راكان بيك، لو سمحت ما تحرجني. هلأ بتتصلي فيه وبتقلي له إجرى راكان بيك. خبري مثل ما عم قلك، أحسن ما فوت دغري لعنده. طيب قدي شك واحد مجنون عن جد، فكرت الزلمة حيقلعنا. شو بدك يعني اسكت له؟ ما بكفي وقفت مثل الكلب على باب مرابي. استناني دقيقة. عائشة؟ ايه قلي شو؟ عندك فرصة بديلة؟ للأسف لا، ومضطرة انه اشتغل. بهيك وضع قليلو انك مظلومة ومو ملاقية شغل، يعني شوية دراما من هالحكي. ان شاء الله انه يقبلك. يلا موفقة. شكرا. عرفان بيك؟ عرفان بيك؟ ما
بحق لك تتدخلي بشغلي. هي مسرعة بتسميها شغل؟ سميها شو ما بدي، ما دخلك. افتحي تمك بكلمة. بيحرم ابنه من أجمل بيت منشان يهديه لعشيقته. أرجوك لا تطلعي صوت لو سمحتي، بس لا يمشي. البيوت إلي وبعطيها لمين ما بدي. ركان رح يسكن في هذا البيت. ركان ماني بحاجة بيوت، قاعد بحضنك ومو ناقصه شيء. ايه قعدوا لابنك بحضني وخليك انت هون بحضن عشيقاتك الوسخين. يا ربي دخيلك، امشي امشي. انت اب انت؟ انا اسف، انت انقذتي حياتي. من مين عم تهرب ابن سليمان بيك يعني؟ انا مو سيء صدقيني عائشة، بس عم حاول اطلع من الورطة اللي وقعت فيها. اذا مو سيء ليش هيك عم تهرب منه؟ لو سمحتي بس لا تعلي صوتك. اسمع، بدك هلا تعطيني سبب واحد لحتى صدقك والا مستحيل قلك، لانه جد ما بقدر. صدقيني قصة حياة او موت وما فيني اقول اكثر. ما رح اقلك اوعى تخبري حدا، حقي احساسك هو بيقلك. راكان بيك هلا عندي شغل، بشوفك بعدين. عائشة انت شو عم تعملي هون؟ انا بكون مساعدته لسليمان بيك. انت منيح؟ ايه منيح. ما في ولا تواليت قريب هون؟ في تواليت مبلا، تعال. طمني صرت أحسن؟ منيح منيح. كأنه لازم نلتقي بأماكن غريبة على طول. معك حق، معك حق. المنديل قماش مو؟ ايه صح. والله كنت مفكرة هالمناديل انقرضوا مع الديناصورات من زمان. وأنا من حقبة الديناصورات كمان، انقرض كل نسلي وما بقي إلا أنا. عرفان بيك قلي أنت مين عن جد؟ مرة بتكون أستاذ محاضر وبتعطيني دروس، ومرة بتكون عامل كهرباء وبتقلي المسألة مسألة حياة أو موت، بس هالمرة أنت لابس بدلة وبزنس مان. قلي مين أنت؟ أنا بالحقيقة مستشار وخبير اقتصادي ورئيس مجلس الإدارة بشركة بابل للمناجم. والمفروض صدقك هلا؟ ليش لحتى أكذب بهيك موضوع؟ شكراً على مساعدتك، بس إذا بتسمحي لي لازم راجع هلا العرض تبعي. عرفان بيك، أول مرة التقينا قلت إنه أكتر شي بيجذب الناس هو الثقة بالنفس،
ولو ما كنت بزنس مان كون هيك هلا. أهلا وسهلا، شكرا كثير. إذا سألت شو مواصفات الفرص الاستثمارية المهمة، البناء، الصرافة، البورصة، أكيد هدول مجالات ناجحة نسبيا بس مو مهمة. طيب شو هي الفرصة المهمة؟ مناجم الذهب هي الجواب. فعلا، لأنه قطاع المناجم يعتبر مجال ممتاز وإمكانياته كبيرة بالنسبة لأي مستثمر بالعالم، وطبعا بفضل التكنولوجيا الحديثة نسبة المخاطرة ضئيلة فيه، وأحد أهم وأكبر مناجم الذهب بالعالم بفنزويلا موجود. بس طبعاً الوضع السياسي لهذا البلد ولفترة طويلة ظل عائق قدام الشركات والجهات المتخصصة بالتنقيب والحفريات. بس اليوم بعد انتظار ومفاوضات عمرها سنوات حالفنا الحظ هالمرة، شركة التنقيب الموجودة من 82 اليوم صارت إلنا ووقعنا عقود الاستثمار الحصري فيها أخيرا. بابل للمناجم والتنقيب حصلت على ترخيص بحقوق التنقيب والتصنيع لخمسة طن من الذهب بشكل سنوي، ونحن هون اليوم لنتشارك هالذهب نحن وأنتم. عرفان، لك عرفان، ملوا الناس، ارفع الوتيرة شوي. عفوا، آسف. لك شو عم تساوي انت؟ انتو ليش جايين لهون اليوم؟ ليش موجودين هون؟ الجواب واضح، ما هيك؟ لتحصلوا على مال اكثر، هيك بكل بساطة. مثل ملايين الناس همكن تحسنوا وضعكم، مو هيك؟ طبعا كل حدا منكم عنده بيت ماشي حاله، عنده سيارة، بيدفع أقساط مدارس، عم يطمح يعمل رأس مال، شي طبيعي. ويمكن كل سنة بيجمع له شوي لحتى يعمل سياحة مع عائلته. وكل حدا بيخاف من المرض وهمه يعمل تأمين صحي لكل العيلة وخاصة الأولاد، وهذا حقه، هيك الحياة. بس مرات بتقابلوا ناس ما بتشبهكم نهائيا، بيركبوا أفخم سيارات موديل سنتا، وكل زلمة فيه حواليه ملكات جمال. مع احترامي للسيدات، عفوا، بس بتشوفوا رجال حقه فرنجين، والصبايا لحقينه من محل لمحل، عايشين بفلل وقصور وحياتهم مثل الخيال، طيارة خاصة، يخت خاص، بيوت للصيف وبيوت للشتي ومزارع. انتو كل سنة بتروحوا رحلة مثلا، ما هيك؟ وهالسنة لنفترض رحتوا على المالديف سياحة خاصة اسبوع زمان، بتلاقوا هدول الناس صارن قاعدين هنيك 3 شهور، وانتو بتوفروا مصروف لتسهروا بمطعم 5 نجوم لا تتعشوا مثلا. يجي واحد من هدول بحركه حركه واحده بيدعسكم، طبعا لانه في معه مصاري يجيب زلم مخصوص مشان يضربكم، واذا بتتورطوا معه مره واحده بيقضي عليكم. هدول الناس ما راح ينقرضوا. ليش؟ لانه هدول الناس عندهم حسابات سريه، هدول الناس عندهم شركات، عندهم مليارات دولارات ومستحيل تخلص بحياتها.
وانتو اذا وقعتوا مرة واحدة بتنتهوا. واليوم اجيتوا لهون مشان هيك، لحتى ما توقعوا ابدا. انتو هون مشان تصيروا مثل هدول الناس بالنهاية. طيب حدا منكم يجاوبني، هدول الناس منين جابوا كل هالمصاري؟ يعني ممكن اهاليهم. ايه مزبوط، بس مو كلهم ورثوا من الفراعنة وتقاسموا الثروات المخباية، في سبب كمان، لانه هدول الناس بيتمسكوا بالمصاري وبيطلبوها اكثر منكم. هدول بيشموا ريحة المصاري، انفهم حساس لهالريحة. بالاضافة انه عندهم الشجاعة الكافية لياخدوها. انتو عندكم شجاعة كافية؟ حدا منكم بيمتلك الشجاعة لياخد اللي بده اياه؟ ايه عندك. عندكم؟ انا عندي. عندكن، وانتو كمان بتستاهلوا تصيروا مثلن. بدون مغامرة مين ممكن يفوز؟ قادرين تشموا ريحة المصاري بوضوح، ما هيك؟ يلي خلاني اترك الخانوم بنص الطريق لحتى اخذ الكلب على المزرعه. خير ان شاء الله. لشو كل هالعصبيه اصلا؟ معناته هالمره شكلها علقانه بيناتهم على الكبيره. حسان على شغلك لشوف. لا يكون عم يقلل أدبه. لا شو هالحكي ركان بيك، ما ساوى شي أصلاً. بوجودي ما بيسترجي يعمل شي، بس إذا جرب تعي لعندي بس وخبريني. صباح الخير. أهلا وسهلا. عفواً أنا أسفة كتير ركان بيك. أهلا وسهلا، تفضلوا. عامل شي منيح بالغلط عمران باشا؟ لأنه غريب لهلأ ما طار راسك، بس خليك داير بالك. صباح الخير، يا ريت تخبري سليمان بيك بوصولنا. طبعا برد على هالمكالمة وبرجع فورا. توترك كان واضح على المسرح. كتير واضح؟ أنا سمعت نصيحتك. مو كتير الظاهر. غضبك علق بذاكرتي أكتر من ثقتك بنفسك. بدي أسألك سؤال، عن جد برأيك المصاري مهمة لهالدرجة؟ كل وضعه في له حساباته. طيب بيعرف فرصة أنا بخليه يحكي معك. ماشي آيلا، يلا بشوفك. شو صاير معك بالضبط؟ ما بعرف، بس أنا ما بتهمني المصاري، مو لهي الدرجة يعني. وأنا كمان كنت أقول نفس الحكي، بس بالماضي أنا ما بتهمني المصاري. طيب لكن هلأ شو اللي تغير؟ يعني الإنسان المحترم وزلمة مثل سليمان بيك شو بيجمعه؟ Thank you.
شيء بالنسبة إلا نقدر نكسب ثقة الناس، وما حدا يسحب مصاريه وإلا رح نفلس. ولما يطلعوا على حسابهم بالبنك يلاقوا الربح مضاف على الرصيد بالوقت المحدد بدون تأخير، لأنه وقتها ممكن نفوت بقصص الشك وإعادة الحسابات. خليهم يشوفوا المرابح ويكبر حلمهم. هن النقطة ضعفهم هي الطمع، وهي اللي لازم نحن نستغلها منيح. معك حق. شو صار بموقع الإنترنت؟ ما سويته؟ مو على أساس من مبارح؟ شو الموضوع؟ ما تخاف مو نسيان، ما تأكل هم. الناس من حقهم يسأل، ولسه رح يسألوا كتير، فبدنا صور ووثائق وبيانات. هاي نقطة ضرورية. اجت عائلة؟ ها؟ معلش عزبي. عادي ها؟ رح نعمل شغلات ما أنا موجودة بكتابك أبداً. رح ضبط فيديو تعريفي لشركة المناجم، ورح بالغ وزركش فيه كتير مشان ياخد عقل المستثمرين تبعنا. إيه؟ متأكد إنه هالأسلوب رح ينفع معهم؟ لك أنا قضيت عمري على صفحات النت وبعدت شغلات بتهوي للناس، الله وكيلك. تعرف إنه أفضل طريقة لجذب الزبون على النت هي الغيرة؟ كل الناس بيغاروا منك ومن أسلوب حياتك، بيطلعوا على شو لابس وين رحت وبأي بيت عايش مثلاً. إذا بتجيب بنت نحفت حالها منصورها فيديو منحطه على الموقع، ومتأكد خلال أسبوع واحد بتلاقي رفقاتها كلهم نحفوا. ولهيك وقت ترمي الفكرة بين الأغنياء وتحفز غيرتهم اعتبرها أنها نجحت بكل بساطة. عمل لك ضليتي ساكتة مبارح، يعني ما صدمتي؟ ما عرف شو بدي أحكي. مع أنه كلامك جواهر. بدي أقوم شوي على التواليت بعد إذنك. شلونك؟ التقينا بالشركة وقصر يعزمني على الغدا وما لقيت حجة لحتى أرفض، مشان هيك شفتنا سوا. ايه صحة وعافية، بس مالك مضطرة تبرري شي بخاطرك. لحظة، على مهلك، شو كنت بتقصد؟ ما فهمت شو قصدك المرة الماضية لما قلتلي ديري بالك منه وما توثقي فيه. ليش؟ انت شو اللي بتعرفه عنه يا ترى؟ ما بعرف شي عنه، بس انا على الاغلب حسيت بخيبة امل، يمكن لأنه شكلك ما بيوحي إنك من السكرتيرات اللي بيطلعوا مع المدير برات الشغل. شو هالحكي؟ إذا منصدق كل شي منشوفه لازم تكون بنظري واحد حرامي، وكان لازم بلغ الشرطة لما شفتك بالبناية. انتبه. يعطيكم العافية. هاي الطاولة إلي؟ عائشة؟ عرفان بيك؟ أنت شو جابك لهون؟ أنا جاي لهون لحتى أشتغل. مين اللي قالك؟ أي لخانو بعتتني. شو ما جابت لكم سيرة؟ امشي تعا معي. والله رح جن، مو معقول يا رجل، من وين طلعت لي هالبنت؟ مازن من هنيك وقايلة بدها تشوف التقارير. ما فيني اشتغل وهنين هيك، ما بيكفي مرعوب يكشفونا. مستحيل يمشي الحال، اتصل مع قايلة وخليها تيجي فورا وحاكيها. شو بدي إلا بس فهمني؟ شو بيعرفني إلا تحل عنا وما بقى تتدخل. خليها تاخذ مصاريها وتتركنا بحالنا، خليها تحل عنا. قايلة تتركنا؟ لا مشغول. شو هالمصيبة؟ ليك عرفان، يا أما بتروح بتحكي لآيلة عن اللي عم نخطط له بالتفصيل، يا أما رح تكشفنا لأنه هي البنت مو غبية. أي حل أحسن؟
جنيد بيك شكرا كثير لك، شرفت. الشرف خاطر. مع السلامة. ألف مبروك جنيد بيك. مبروك لكم كمان. شكرا. بنضل على اتصال. طبعا أكيد. شوفك. مع السلامة. لك هالزلمة عجبني كثير، بياخد العقل، حطهم للمصاري على الطاولة كلياتهم، ولسه كان حيزيدهم. لك شو هالرجال الحلو هاد يا. والله حسيتك رح تبس له ايده. والله مزبوط حكيك، لانه بيستاهل 100 بوسة. يسلم. تغدينا مو أكثر من هيك. قولي هالحكي لحالك، ما في داعي تبرري لي أبدا، ماشي؟ عرفان بيك، ممكن أسألك سؤال؟ أنت شو مشكلتك معي بالضبط؟ ممكن تفهمني؟ ليش ليكون عندي مشكلة؟ هذا اللي عم بسأل عنه، يا ريت تجاوبني بصراحة، أنا بشو زعجتك؟ الشي الوحيد اللي شايفتيه باللي كنتي عم تتغدي معه إنه شاب غني، مو هيك؟ إذا أنت هيك شايفتيه إنه بيليق فيكي تطلعي تتغدي معه، فما في داعي أقول شي وبسكر على الموضوع كله. وإذا جوابي هو إيه؟ راح أقلك، خيبتي أملي. لما شفتك أول مرة بمكتب سليمان بيك خليتيني انبسط واتفائل رغم سوء وضعي. قلت هالصبية شو متفائلة وكلها طاقة ومندفعة على الشغل وبدها تشتغل من كل قلبها. بس الظاهر كنت غلطان، لأنك طلعتي مثله. مثل مين قصدك؟ اسمعيني منيح، وقت اللي بدك تقربي من راكان لازم تعرفي بالأول شو معدنه، وانت حرة بالنهاية. عرفان بيك، ليك إذا كنت بتعرف أي شيء عن راكان لو سمحت قول هلأ. يعطيكم العافية. عايشة خانم؟ بالإذن منكم. بتحس مثلي إنه هالبنت عندها شيء بعقلها؟ شو بعمل لها يعني؟ خود هدول. هات لشوف. خلينا نجهز الحسابات. بدك تعدن لو شو ما صار. عدن يلا لشوف. يلا مزبوط. عن جد هالبنت فيها شي غريب، يا اما انا غبي ما عم بقدر افهم شخصيتها، يا اما هي مو مثل ما بتوحي. وصل الضابط سادات وقال انه بده يشوفكن شوي. خليه يستنى لحظة. يعطيكم العافية. اهلين، انا عمران، عرفان بك. أهلا وسهلا فيك عائشة خانم، فيك تروحي. ألف مبروك بمناسبة افتتاح المكتب. أي سادات بك، حضرتك من أي فرع؟ عائلة خانم شريكتكم مزبوط؟ فيك تقول هي مستثمرة عنا. كيف فينا نساعدك حضرة الضابط؟ تعرفوا؟ صناعة المعادن كأنه صارت شائعة، ما هيك؟ صحيح، لأنها مربحة كتير، لهيك عم يزيدوا المستثمرين بهالمجال. وشو هي نسبة سليمان بيك بشركتكم؟ سليمان بيك مو مستثمر عنا. حقك تفكر هيك لأنه أيلا خانو مستثمر عنا. في شي منقدر نخدمك فيه يعني؟ طيب، لما انفجر مكتب أيلا خانو أنت كنت هنيك؟ ايه مزبوط كنت هنيك، حتى اني قدمت فاتي بالقسم. عفوا، عرفتوا شي جديد عن القصة؟ ما عرفنا شي، وانا لهيك اجيت لهون. يعني قلت بركي صاير موقف بينكم وبين مستثمرينكم. لا ابدا، ما في شي، صح؟ مزبوط، ما صار شي.
عفوا، منقدر نساعدك بشي تاني؟ لا شكرا، يعني نحن رح نضل على تواصل، وإذا طلع شي برجع بمر. ماشي، بالتوفيق. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. شرفت. شكرا. ولا ما في مشكلة طبعا، شرفتنا. مع السلامة. شو جاب واحد لعنا؟ كلهم ورا الانفجار اللي صار بالمكتب، شو ساوي لك؟ سليمان من جهة والشرطة من جهة تانية، حاسس انهم حاصروني، يكون بعلمك، ممكن انفجر بأي لحظة. عرفان، اهدى شوي، نحن لسه بدنا شوية وقت، وبعدين نحمل حالنا ونروح من هون. على فكرة، منيح عائلة ما صار لها شيء أبدا، وإلا كانت مشكلة كبيرة. صباح الخير، يعطيك العافية. هلا، صباح النور عائشة خانم. جاي بكير اليوم. لسه ما خلصت تنظيف المكتب. ايه على مهلك، خلصي شغلك براحتك، ما رح ازعجك. وهي فطورك، ان شاء الله تحبيهم. شكرا. حارس اللي واقف برا قال ما فيك تطلع من المجمع، بس فيك تتمشى جوا عادي، كأنه عم يتمسخر علي. كنت خايف من فوتي على السجن، وهي حطوني بسجن فخم. يطول بالك، سجن شو يا زلمة من عند الصباح؟ هلأ مو وقت التفكير بهاي القصص أبدا. بعدين شقتكن قريبة على المكتب، شو بدك أحسن من هيك؟ بس أنت ليش رايح بكير؟ ما فهمت. أنت غسل وشك وتعال، لازم نحكي. بشو بدك نحكي؟ بقصة اللي بلغ عني. وين الآن سي عائشة؟ ما بعرف، هون بشي مكان. شو عم تسوي؟ عرفان بك، جبت بطاقات الدعوة يلي اجت امبارح لأيلا خانم. خير شوفي، والله خوفتني. هاتي لشوف، هاتي. فيني افهم انت شو قصتك؟ الموضوع كله ما بيهمك، ما هيك؟ عرفان بك، انت شو بتقصد؟ طلعي منيح بالصورة مشان تتذكريها وقت تصرف المصاري اللي قبضتيهم. عرفان بك، انت عن شو عم تحكي؟ شوفي الصورة منيح، هاي صورة ابني، هذا ريان. الدكتور قالنا في بدماغه قنبلة موقوتة. بتعرفي شو يعني تعيشي وانت متوقع يموت ابنك بأي لحظة؟ ما بتعرفي، وطبعا لو عرفتي ما بيهمك. انا اسفه كثير مشانه، بس ليش عم تعيط علي؟ ممكن لانه بسببك خسر فرصه انه يعمل عمليه ويشفى. قولي لي قديش دفع لك سليمان؟ ها، بيسوى حياه طفل بنظرك؟ عرفان بيك، دقيقه شوي، في مجال تفهمني بس انا شو سويته بشغلتت معكم؟ انا لما طردتك من هون انت تمسكتي بالشغل واصريتي عليه، وانا الغبي اللي فكرت انه ظلمتك بس طلعتي جاسوسي عنده. عرفان بيك اسمعني، انا تحملت سليمان بيك وتكبره لنفس السبب اللي هلا عم بتحمل فيه تكبرك. انا كل همي اخذ خبز لاخواتي ومو اكثر. وعم تتحملي راكان لنفس السبب مو هيك؟
انت مين اصلا؟ مين مفكر حالك لتوجه لي هيك سؤال وتحاسبني؟ ايه عم بتحمل ركان لنفس السبب لانه بدي مصاري، في عندك مانع شيء؟ ايه في، لانه طمعك بالمصاري عرض حياه مرتي وابني للخطر. لك والله العظيم ما عملت شيء ابدا. ايه متاكد انك ما عملت شيء اصلا؟ لعلمك انا بعرف منيح النفاق اللي عندكم. اخذ خبز لاخواتي، انت كرمال المصاري بتعملي اي شيء. اصحي لحالك. تأكد انك بأقرب وقت رح تيجي وتعتذر مني. طلعي لبرا، طلعي لبرا. لك خير، شو القصة؟ بروفيسور شو الموضوع؟ غبي كتير، وانا فكرته حدا محترم. مو قادرة أن أتحمل أكتر، أنا مو مجبورة يضلي بهدلني عرفان وأسكت له. بكفي، أنا اليوم رح أرجع على المركز لأنه بحياتي ما انهنت مثل اليوم. خلص مو قادرة أن أتحمل. إيه أنت اللي أصريتي، ما قلت لك خليكي عم تشتغلي ورا مكتبة؟ قلتي بدي ساوي شي مفيد، مو هيك قلتي؟ إيه مزبوط قلت هالكلام، بس أنا ما كنت عرفانة أنه رح أواجه كل هالمشاكل. أنا ممكن أتحمل مع سليمان ومع ابنه الغبي كمان، ما عندي مشكلة، بس هذا زلمة ما فيني أتحمله. شو لازم ساوي؟ أقدم لك استقالتي مثلاً؟ اللي شو أوامرك لنفذها فوراً. لا عن جد؟ شو هالحكي؟ وأنا من وين بدي أجيب وحدة مكانك؟ بعد كل شيء عملتي هلأ رح تتراجعي؟ ارجعي لعندهم نهال. نهال هلأ بترجعي فوراً، ما دخلني بعرفان، في عنا عائلة أهم منه. شافت الحجوزات وأنا الغبي ما عطيت الموضوع أهمية، كل الحق علي. سليمان ليش بعتها لهون برأيك؟ ليش بعت هالبنت ورانا؟ لأنه جاني لحتى يعرف شو عم نشتغل. والله العظيم أنت غريب، طالما هي عرفت ليش أنت حتى تكشف الموضوع؟ شو راح يصير يعني؟ حتركض البنت لعند سليمان وتقول له دخيلك يا بيك لقطوني، وسليمان راح يخاف منك يعني؟ والله لو حط لنا جهاز تنصت هون كان أريح له أصلاً. بكفي إنه البيت مليان كاميرات، لك هات الزلمة عم يحاصرني. على القليلة هيك ما راح تفوت على السجن. لو فتت على السجن أحسن، تاخدني الشرطة وبتتركهم إلهم. كان ريان سافر وعمل العملية، بس هلأ رجعنا للصفر. ريان مريض والمصاري طاروا بلمح البصر، وفوق هاد سليمان محاصرني. ما في شي رجع للصفر، طول بالك عرفان. انت امتى اجيت لعندي أول مرة؟ لك كلهم شهر ونص، وشوف شوف كم مليون طلعنا، ورح نطالع عدن وأكتر، وريان حيساوي العملية كمان. صباح الخير عائشة. إجا شي عرفان بيك؟ صباح الخير عائشة. صباح الخير عائلة خانم. عرفان بيك ما إجا؟ لا والله ما إجا لسه. وعمران؟ ما شفته. طيب يمكن ما يردوا إذا اتصلت، فدقيلهم أنت وخليهم يجوا بسرعة على المكتب. طيب ماشي. صباح الخير عمران بيك، أنا عائشة، لو سمحت تيجي فوراً على المكتب لأنه في شغل كتير ضروري. مين عائشة؟ لو سمحت لازم تيجي على المكتب بأسرع وقت، الموضوع ما بيتأجل. احكي مع السيد عرفان يروح بدالي. طبعاً عمران بيك، رح أدقله ورح أخبره فوراً يجي لهون. لك شو في منع بكرة الصبح؟ ما فهمت. طيب يلا باي. طيب شكراً كتير عمران بيك، ونحن بانتظاركم.
لا تفشي خلقك بالكيبورد، طلعتي له روحه لهالمعتر. صباح الخير. تفضل. هاي إلك. خير، شو هاي؟ ما بدك تفتحيها؟ وأنا شو بدي بهيك كتاب؟ أنت خريجة أداب وتوقعتي عجبك مضمونه. ما فهمت شو قصدك؟ يعني أنت لوين بدك توصل عرفان بك؟ أنا بعرف أنه غلطت معك وظلمتك، بتمنى تسامحيني. وهلأ بالإذن. تفضل. عرفان بيك، شكرا لك، بس انا ما فيني اقبل هالكتاب منك. يعني ما رح تقبلي اعتذاري؟ لا مو هيك، اعتذارك ما له علاقه ابدا، بس هذا الكتاب يعتبر ذكرى من أبوك، يعني غالي عليك كتير، لهيك برأيي الأحسن إنه يضل معك. إيه فعلاً هو ذكرى من أبي، بس لو دفعت مصاري واشتريت لك شي هدية وقتها كنت رح أدفع ثمنها من جيبتي. بس أنا عن جد بدي أعتذر لك من كل قلبي. هاي بتكفيني للاعتذار وطالعة من القلب. أنا كنت أحتفظ بكل شيء، بالكتب والمقالات والبطاقات والرسائل والصور، كل شيء كل شيء. وبيوم واحد تغيرت حياتي كلها، وقت خسرت جامعتي وطلابي، وما ظل عندي حتى لا بيت ولا شغل، وصار كل غرض بعتبره ذكرى أجمعه بسندي وأنقله معي من محل لمحل. ولما ريان مرض ما بقى شيء له قيمة. وقت فهمت شغلة واحدة، الذكرى هي اللي بتعيش هون وهون. موت العصفور ما بينسينا طيرانه. ما عم بفهمك بنوب، حاولت كتير أخذ فكرة مزبوطة عنك وتدوم، وبعدها بأول حركة بتساويها ما في شي عم بدوم. شو صار اليوم لحتى تعتذر؟ أنا ظلمتك وغلطت بحقك، وأنا اللي بعرف منيح شو معنى الواحد ينظلم ويتهم بشي ما سواه، لهيك ما رح سامح حالي أبداً لتقولي سامحتك. طيب سامحتك. كويس، شلتي هم وجع كبير من قلبي. ماشي، بعد شوي عندي اجتماع مزعج. ليش مزعج؟ شو وضعه؟ صعب الواحد ينجبر إنه يتصرف بشكل ما بيشبهه وبيخبي شكله الحقيقي. يمكن يجي يوم وأقدر أشرح لك. قتلت زلمة قدامك، شرف سلمني للشرطة. يلا عرفان. إيه أنا مجرم وأنت مالك بريء، أنت واحد مرتشي تستر على جريمة. نقلع من هون. آسفة ما سألتكم بدكم شاي ولا قهوة؟ ما في لزوم، البيك كان ماشي، رافقي لبرا لو سمحتي. اللي مثلك ما عنده فرصة يختار يا عرفان. حذر مين كمان ما عنده. طلع لبرا. بعرف شلون حاسبك.
أنا بورجي. ممكن أسألك شو في؟ لو سمحتي ما تسألي. ماشي. طيب ممكن أعطيك أخبار حلوة؟ اتصلوا من شوي من المشفى، الدكتور تحسين جاي على اسطنبول اليوم طيارته، بس يوصل رح يحاكوك، الساعة 10 طيارته من هيوستن، ألف مبروك. كنت عم حاول خبي توتري بصراحة، بس هلأ فيني أقول إني مبسوط. شو هالخبر الحلو هاد؟ يلا ألف مبروك، أنا ما شفتك عم تضحك هيك ولا مرة. ألو، بابل للمناجم، تفضلوا، شلون بقدر ساعد حضرتك؟ مين نقله بس؟ عفواً، عمران بيك مو هون. استشارة استثمارية؟ في عرفان بيك ممكن يساعدك. مصطفى بيك مبروك عليك. شكرا لكم. بيتو ألف مبروك. الله يبارك فيك. خلي هاي معك، احفظوا لرقمك، ما بتعرف يمكن تربح السيارة. ماشي، شكرا كثير للقلب. مبروك لك كمان. الله يبارك فيك. هذا رقم حظك، شرف. شكرا، بتمنى لك التوفيق. كيف الأمور؟ في حوالي 700. ما رح نوقف. يلا مازن. مور استاذ، انت خليك مكاني، رح اعمل جولة واذا حدا طلب شي خبرني. ماشي. عرفان بيك، كيف حالك؟ تمام، انت كيفك؟ منيح وانا كويس كثير. ما توقعت الحفلة تكون هالقد حلوة. والله عن جد معناتها مبسوطة. ايه كتير. عرفان، تتذكر موضوع الجزر اللي سبق وحكينا فيه؟ ايه. تكلفة القبطان، مصاريف العطلة، وإجرة اليخت، شو بده يبقى لنا لك؟ مزبوط، ما راح يضل غير إجرة المرفأ، راح تعوضها. صح، نسيتها. بس وقت يمشي الشغل معنا هون، فشو بتتوقع وقت بناخد جزيرة أنا وإنت؟ عرفان والله العظيم لسانك عم ينقط عسل. بس يا ريت منقدر نزور المنجر، صار بدها سفرة على فنزويلا. يلا بالإذن منكم. بس وضعنا مكركب. وإذا مكركب شو بيأثر علينا؟ منروح سياحة رجال أعمال. أنا سلجوق، فرصة سعيدة. شكرا من لطفك، وأنا عائشة. عرفان بيك، والله شكلك راجع 10 سنين لورا. تورطت مع ابني بتحدي وخسرت، وكان الشرط إنه يحلق لي دقني بإيده. عرفان، أنت من وين بتعرفها لعائشة؟ بعرفها من مكتبنا لأنه بنشتغل سوا. انت معقول يا عرفان ليش ما بتقول زورونا وكل هالحلاوه موجوده بالمكتب عندك؟ وانا محتار بجمالها وعم اقول هاي اكيد عارضه ازياء. هذا من ذوقك استاذ، شكرا. عن اذنك لازم احكي مع مازن. عن اذنكم يا جماعه. عرفان، في صديق حابب يتعرف عليه، بده يستثمر معكم. هي هلا بشوف. مساء الخير. مساء الخيرات. يا هلا. نور عرفان بيك، شرفتوا، اهلا وسهلا. شو كيف الشغل؟ منيح غير شغل. لك اخي وينك؟ عم دور عليك. خلص المشروب، فوت شوف شو الوضع. كمان ولا عائشة، انا ضايقتك بشي؟ لشو عم تتهربي مني؟ لا بس في عندي شغل. مو حرام وحده مثلك تشتغل؟ معناها النسوان البشع شو لازم تعمل؟ لو سمحت بتمنى تبعد عن طريقي مشان ما اضطر وقفك عند حدك باسلوبي. معك حق تقلقي، يمكن لأنك لسه ما بتعرفيني منيح. أنا مو من جماعة ليلة الوحدة أصلاً. عائشة، رؤي، شو عم تعملي؟ يا قليل الأدب. لحظة عرفان بيك، شو دخلك أصلاً؟ عرفان بيك بكفي. فهمني أنت شو دخلك؟ اسمعوا، لا نقلها من هون، أحسن ما أفضحك قدام الناس. أنت مو بكيفك تقلعني، أنا أكتر واحد استثمر معك.
عرفان بيك نلعيلا. انت منيحة؟ منيحة منيحة كتير. خلينا نمشي هلأ. أنا كنت بقدر حل الموضوع لحالي، ومع هيك شكراً لك. شفتك شو عملتي فيه، ومع هيك ما قدرت وقف اتفرج عليه. بروفيسور في اثنين رجال بالدنيا ما بيتركوهم بحالهم، يلي معه مصاري أو مرة حلوة. أنا ما في معي مصاري، بس إذا شفت أي زلمة عم يزعج مرة قدامي فكون أكيد إني ما راح أسكت له. سكت له وما قدرت تقلعه، حتى ما قدرت توقفه عند حده. ليش؟ مو لأنه مسلح، ولا حتى لأنه أقوى منك بالعضلات. أنت ما قلعته لسبب واحد، لأنه معه مصاري أكتر منك يا بروفيسور. أنت خفت منه وما قلعته. قوتك مو كافية. بيقولوا القوي اللي بيضل عايش. انت بشو مستوي؟ ما بتعرف ما هي؟ نافش ريشك وعم تتباهى بمصرياتي هون، ومانك قادر تاخد ابنك على المشفى او تجيب له دكتور. فشو القوي اللي ضلت عندك اساسا؟ كل شيء منيح مثل ما توقعت. ومن حوالي ساعه حكيت مع مازن وقال لي في 12 واحد موقعين على العقد كمان. يا حلوه الحلوات، ليش تتعبي راسك بمشاكلهم؟ نحن جايين لننبسط، وعلى قولة المثل يا بتصير ملك المصاري يا بتكون كلب المصاري، مو هيك؟ على مهلك، فهميني بالضبط شو اللي صاير. مين رح يخطف الدكتور؟ شو قالوا لك بالمشفى؟ ما بعرف، وهنن كمان عم يسألونا، وقال انتو بتعرفوا انه رح يجي هيك لكان. شو عرفن انه مخطوف؟ بلكي صاير شي تاني. قال بعتوا له سيارة من المشفى لحتى يجيبوه من المطار، وفي رجال قطعوا عليه الطريق وحطوا السلاح براس الدكتور تحسين وخطفوه. امبلا، رجعت شفتن وانا بالطيارة. بعتت لهم قائمة بالتحاليل المطلوبة قبل ما نبدأ العملية. شكراً يوكسيل، أنا رايح لعند أمي، حرام بتكون ناطرتني. تعرف بكرة يومنا حافل، بالصبح بكون عندك. شو القصة؟ مين أنتو؟ شو عم تساووا؟ لك شو بدكم مني؟ بعد؟ ما بعرف، قال الشوفير ما قدر ياخد رقم السيارة. عرفان مين اللي ممكن يخطفه؟ سليمان بيعملها؟ ما بعرف، بس رح أتصرف. بوس إيدك ساوي شي عرفان، بوس إيدك، هاي الفرصة الوحيدة اللي بقيانة عنا. خلاص عايدة، أنا بحاكيكي بعدين. ما لازم نترك الفيست هون فاضي، في كتير ناس عم تسأل عن المشروع. طيب خود بريك وارتاح شوي، حاجتك نط. أنا منيح أنا منيح. رح أخذ نفس وارجع لك. إجا ملك المصاري وقالب خلقته، الله أعلم على شو ناوي هلأ. يا عديم الوجدان، انت شو بدك مني؟ لك شو بدك مني لسه؟ طلبت مصاري جبنا لك مصاري، لك شو بدك لسه؟ قلي لك شو بدك يا حقير، انا بكسر لك ايديك بعد هيك. بعد صار لك رؤس لي ما شو عم تسوي؟ خطف الدكتور، رجاله خطف الدكتور بس نزل من الطياره. شو؟ ولك انا شو لي شغل بالدكتور تبعك؟ ليش مين غيرك بده يعملها؟ شو بدي فيها يا غبي؟ اذا ابنك بين ايدي وعائلتك بين ايدي، بس شو بدي بالدكتور تبعك؟ قلي سليمان، اكيد انت ما دخلك. انا لا بلف ولا بدور، دغري صدقتي كلامه؟ خلص روح انت عرفان، امشي. انت مو ناوي على الخير، اخرتك قرب. امشي نتواجه يا بروفيسور. اهلين، اهلا وسهلا.
جاوبني بصراحة، أنت اللي عملتها. هاي لا عم قلك، مو أنا عم تصدقي له مو إلي. أنا أمنيتي إني ما صدقه، بس أنا بعرفك منيح وبعرف شو ممكن تعمل سليمان، وأنا ما بلومه إذا ما خطر بباله غيره. صري الشر يا آيلة، إذا بدك توقفي بصف هيك واحد ضدي رح تندمي كتير. الحفلة خلصت، خلينا نروح. يلا ماشي، إذا عرفتوا أي شيء اتصلوا فيني فورا. ماشي، شكرا. برأي سليمان ما دخلوا، لو كان هو ما رح ينكر. إذا مو هو مين اللي ممكن يعمل هيك شيء؟ بلكي شي حدا عنده طار مع الدكتور. تعال. مو هذا الدكتور؟ مين اللي بعت الصورة؟ بعرف لو ما بعثت لك مسج ما كنت رح أخطر ببالك. عرفان أفندي، مينك أنت؟ ما قلت لك حسابنا ما خلص؟ راكان؟ شو؟ راكان؟ فكرته بابا ما هيك؟ أنا متأكد إنه ما خطرت ببالك. كنت مفكرك ذكي يا عرفان، بس أنت ما فهمت إني قادر أخذ اللي بدي إياه لو شو ما صار. راكان أنت شو بدك؟ عائشة، ها منيح لقيتك. ليكي هدول الملفات بدهم مراجعة وتدقيق. مازن أنا مضطرة أمشي، في عندي شغلة كتير مهمة. ماشي؟ خير، ليش لوين؟ شو بدك بهالموضوع؟ خلص قلت لك شغلة مهمة، دبر راسك بغيابي. لك كيف رح دبر راسي؟ يعني أنا مثلا شو بعرفني بالعقود ومشاكلها؟ طول بالك شوي وخلينا نفكر. هذا الزلمه مجرم وما عندنا وقت. الدكتور بين ايديه، لازم نقول لسليمان انه ابنه اللي خطف الدكتور وانه هو عم يبتزنا. وبس عرف انه ابتزيت ابنه شو بده يعمل؟ قيمك منه. يعني يلا، انت حتعطي لي بده اياه؟ راح اعطيه طبعا، ما عندي خيار. طيب انا جاي معك. عرفان نحن شركاء بكل هالمحنه وما راح اتركك لوحدك. عفواً، أنا الشرطية. معلش أنا شرطية، آسفة. امشي ورا السيارة السوداء بسرعة. أخي قلت لك بسرعة إذا بتريد. احترامي سيدي، كنت هلأ رح أتصل بحضرتك. نهال وينك أنت؟ ليش ما عم تردي على تليفونك؟ شو الموضوع؟ أنا وراه، ليكو جاي. بابا لساته هني؟ سليمان بيك راح مع عائلة. معناته ماستر جاي خبره بشي. جاي لحاله؟ لا، في معه عمران، صار خبره. منيح، خليه يجي معه. فهمني هلا، ما فيني. عرفت انه خطفوا الدكتور المسؤول عن عمليه ابن عرفان، وعم حاول اني افهم شو هو الموضوع. نهال انت بدك تجننيني مثلا؟ عم قلك نعمت عندكم وعمي دوغار رح يجن. اذا هالمره بتعرف شي كل تعبنا بيروح. لما عرفان سمع بالموضوع هجم على سليمان، وانا بهاللحظه عم بلحق عرفان، لازم اعرف شو في. ايميني من عرفان، انت مهمتك الوحيده تراقبي سليمان وتجيبي معلومات. ارجعي على بيتكم وشوفي شو بدها منك هي المخلوقه. طيب ماشي، خلص فهمت سيدي، فهمت. ياسين ماشي ورا عرفان، هلا شفته. ليكون شافك؟ لا. نهال ارجعي هلا عبيتكم، وإلا بسحب المهمة منك هلا. ارجعي فورا يا نهال.